يا أستاذ جودة، رأيك في أو تعقيب على هذا الفيديو بكلام كتير اتقال. كمان في أزمة مهمة جدا أثيرت، موضوع القيد وإزاي المستشار مرتضى منصور حله. في البداية يعني أنا بحيي المستشار مرتضى منصور على يعني هذه المكاشفة وهذه المصارحة مع جماهير الزمالك وأعضاء نادي الزمالك. على فكرة الفيديو ده في منتهى الأهمية، لأن احنا طول عمرنا نقول يعني عايزين الناس تقول، كل مسؤول يقول مشاكله ويصارح الناس. فأنا بأحييها على هذه المصارحة والمكاشفة الدقيقة الواضحة، يعني اللي ما يفهمش يفهم، مش محتاج. بالتالي هو يعني لخص المشاكل اللي هي بيقابلها نادي الزمالك، وبالتالي هذه المشاكل مش توقف نادي، دي توقف دولة. انت يعني عندك نادي كبير، انا لسه راجع من الجزائر من دورة الألعاب العربية، شارك فيها 22 دولة عربية، كل رؤساء اللجان الأولمبية، 5000 لاعب، بيقولوا ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، ازاي نادي الزمالك عليه هذا الحصار وهذا القيد وهذا الضغط. يعني دي امور غير طبيعية بصراحة، يعني دي مش رياضة. يعني الرياضة يعني في منافسة، ان في تكافؤ فرص، يعني ظروفي زي ظروفك، فانا بلعب وانت بتلعب والافضل بيكسب. لكن ان انا اكتفك ده يعني دي مش رياضة، ده حتى المصارعة مش كده، يعني دي فاقة المصارعة. الحقيقة انا برضو برجع بالذاكرة لحاجة بسيطة قوي، يعني لو تتذكر الطفل الكرات كان في مباراة للزمالك في المغرب، ولما الكابتن مدحت عبد الهادي دفعه كده في عصبية، كان ايه تصرف المستشار مرتضى؟ احنا مش بنجامل، يعني اقال المدرب. ودي على فكرة طفت النار في المغرب، يعني احنا كصحفيين لنا علاقتنا بزمايلنا، وكانت ردود افعال يعني قالوا ده تصرف عظيم، نقول ايه؟ يعني رغم ان هو يعني ممكن بقى ناس تقول لك نرفزة ملعب ومش ملعب، لا، بس يعني لازم التصرفات يكون عليها حساب. النهارده انت على امام الشاشات، يعني محدش بيولع موقف ولا حاجه، بس افتكر انت زين الدين زيدان لما نطح اللاعب الايطالي في المباراه، حد قال ده شتمه باخته ولا بتاع، لكنه عاقبوه على التصرف، مش على لان اقول بقى ده شتمه في سره والكلام، التبرير للخطا خطا اكبر. تاني حاجة، يعني الزمالك يعمل ايه؟ انت مكتفني بحجز على الارصدة، لا انا عارف اقيد لاعب ولا عارف اشتري لاعب. وعلى الجانب الاخر يا ريت كده بس، انت في كوبري معمول لخطف لعيبة النادي الزمالك، يعني ده مش من النهاردة، مش امام عاشور، يعني عماد النحاس، كان اسلام الشاطر، كهربا، كلها كوبري، ونقعد ننبح صوتنا ونقول الاحتراف ونشجع الاحتراف وسوب اللعيبه، وعايزين زي بقى المغرب اللي عندهم 40 لاعب محترف، عندك في كل مركز بدل اللاعب 5 محترفين. انت تعرف ان محمد صلاح اتعامل معاه يعني قصص وسيناريوهات عشان يرجع يلعب في مصر، لكن محمد صلاح كان العقليه مختلفه. انت امام عاشور، انت يعني لاعب جيت مش معروف، دخلت نادي الزمالك، يعني انت بتدخل نادي الزمالك يعني سوري لو دخلت الحمام هيكتب عليك خبر، فبقيت يعني على مرأى ومسمع من العالم كله. وبالتالي لما دخلت الزمالك احترفت. انا مش زعلان على فكره على انه راح النادي الاهلي او راح، انت يعني اجهضت فرصه نادي الزمالك اديها لك عشان تحترف في دوري دنماركي، وترجع تبقى موجود هناك وتاخد لعيبه معاك. محمد زيدان ما رجعش ليه من الدنمارك، راح مش معروف وصنع اسم كبير وجا من هناك على المنتخب. صحيح. انت ايه اللي بتعمله انك تروح يعني تعمل خدعه علشان تلعب في ترجع تروح لنادي؟ الموضوع مش امام عاشور، هي قصه اضعاف المنافس. انت بتكتف في نادي، انا بقول لك يعني مش بنجامل حد، الزمالك نادي كبير، شعبيته كبيره جدا، يعني اليمن كلها زملكاويه. اليمن دي حزينة على نادي الزمالك، السعودية، دول الخليج، البحرين،
وناس ومسؤولين. يعني الزمالك انت بتتكلم في كام ومية سنة، يعني تاريخ أكبر من تاريخ الدول. استشار مرتضى احنا مش بنجامل حد، الحقيقة هذا الرجل يعني ادخل نادي الزمالك، أنا يعني والله أنا ظهر معايا في كأس الأمم الأفريقية 2019 60 صحفي أفريقي وعربي، قالوا يا أخي ما عندناش إحنا الأندية كده، النادي عندهم كورة وملعب، مفيش لا يعني خدمات للأعضاء، مفيش حمامات سباحة، مفيش ده مؤسسة متكاملة، يعني مكتبات، مساجد، أماكن تمارس كل الرياضات. مش يعني دي على فكرة تجربة حية ما فيهاش مجاملة لأي حد. الأعمال دي حصلت إزاي؟ أنا عايز أقول لك على حاجة، الحروب يا أستاذ علي دلوقتي حروب إلكترونية، يعني الجيل الرابع والخامس ما عادش يروح زي ما عادش حروب الدبابة، ما عادش الجمهور يروح يكسر لك نادي، هو بس شائعات على السوشيال ميديا.